السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المرحلة الثالثة. إن شاء الله اليوم معنا المحاضرة رقم 4 من محاضرات الكورس الثاني اللي عنوانها اليوم Uniform Series Payment، السلسلة المنتظمة للدفعات. الدفعات سواء كانت أنت تدفعهن ككلف صيانة أو غيرها، أو أنت تستلمهن على مشروع معين. الدفعات هاي وين تصير بالضبط مكانها؟ تصير بالحلقة الوسطية ما بين، يعني في منتصف المشروع، لا في بداية المشروع ولا في نهايته. هسه أشوفكم فلو شارت وإن شاء الله راح تفهمونها. لاحظ هسه هنا عندنا هذا في المخطط لمشروع معين. النهاية اللي نكسبه هو مقدار الفيوتشر انترست أو الانفستيتمنت النهائي الفاينل اللي هو يشمل لنا، وهذا هو الرئيسي اللي احنا نقول المبلغ الأولي. هاي الدفعات تصير دفعات وسطية. أما إذا أنت كنت الشخص المستثمر مثلا تضع أموالك في مصرف معين، فهذه الدفعات الوسطية أنت تضيف على رأس المال، تكون كل شهر كذا كذا. لكن أكو ممكن أنت تستلم مشروع معين، هذا المشروع يعطاك رأس المال الأول الرئيسي، بعدين باقي يعني الاستثمار أو المبالغ الخاصة بالمشروع تعطى على شكل دفعات. هذه الدفعات قد تكون منتظمة أو غير منتظمة حتى حسب تسلسل جدولية المشروع، السكجولينج الخاص به. طبعا احنا هنا محاضرتنا هذا اليوم تتناول الدفعات المنتظمة. عندنا عدة معادلات، بس أدكم تتفقون على شغلة معينة. الآر ممكن أن تأتي الآر برمز، هو الآر هو يقصد به يعني الدفعات المنتظمة اللي احنا نسميها اليونيفورم سيريز بيمنت، لها رمز آر كابيتال، تمام عيني؟ فإذا كان أنت تريد الأس، الأس اللي هو شو يكون؟ يكون نهاية الكاش فلو، ومنطيك دفعات منتظمة، شلون تطلع لهم أس لهذه الدفعات المنتظمة؟ تطبق هذا القانون. تمام عيني، قلت لكم انه بعض الاحيان يسمي الار اي، فهذا القانون ضروري تكتبونه ضمن القوانين المطلوبه او الفلو شارت مال القوانين الخاص بالماده. ثانيا، اذا كان عندك اس وار، المبلغ المستقبلي هو المعلوم، هذا المبلغ المستقبلي النهائي هو المعلوم. شلون انا اطلع الار من عندك؟ قد ادفع المفروض انا كل شهر؟ اطبق هذا القانون. تمام عيني، الاس والبي هاي العلاقه تربطهن، تستخدم دائما الفائده البسيطه. اذا علاقه بين الاس والبي هنا بهذا الموضوع بالدفعات المنتظمه، تستخدم هذه العلاقه، الاس يساوي لنا البي، المبلغ الرئيسي المقترض، تفتح قوس 1 زائد اي اس ان، اخذناه بالمحاضرتين السابقه. نستطيع ايجاد العلاقه بين الار والبي. نجي هسه طلعنا هنا وكانه الار ونقدر نطلع الاس. اذا كان المطلوب البي والمعلوم هو الار، فشلون نطلع؟ ايضا نطبق، يعني هذن عندك اربع قوانين تستخدمهن. وايضا بهذا الموضوع علاقه الاس مع البي هو علاقه السمبل انترست، هاي يعني وكانه عندك خمس قوانين. هنا بالسلسله المنتظمه تظهر البي قبل فتره زمنيه معينه، من يقول لك البريزنت الرئيسيه او الانيشيال اللي تكون على الموجوده على الزمن صفر، اللي بعدنا ما بادين بجدوله المشروع، اول يعني اول فقره المبلغ اللي يصير هنا، وهذا النهائي المبلغ المستقبلي النهائي، وهي الدفعات الوسطيه. هسه راح نجي على هذا السؤال نمبر 1 اكزامبل. لو اننا قمنا بايداع ثلاثه دفعات، لحظه ايش قد؟ ثلاث دفعات، دفعه بعد دفعه بعد دفعه في الحساب المصرفي، وبقيمه ايش قد؟ 2000 دينار. لحظه، احنا ودعنا يعني احنا انطينا، فش راح يكون قيمتهن؟ سالب، مو انا استلمت، لا انا حانطي. ففي كل فترة زمنية ما هو الرصيد المتراكم بعد آخر عملية؟ علما ان الانترست الاي انترست مقدار 10%. قبل ما تنظر للجواب من السؤال المفروض تعرف انه انت شنو عندك، ار او اي كابيتال او ار كابيتال، عندك دفعات منتظمة ثلاثة، شو تريد انت تطلع؟ الرصيد المتراكم آخر عملية اس. نرجع للمعادلة، وين يربط ار واس؟ هو هذا الطبقة مباشرة. تجي عندك انت هنا تلقائيا تقول الاف، بالمناسبه الاف نفس الاس، الاف اس والار اي، يعني حتى ننتبه معلومه، مرات بالحلول بالامثله تلقى الاس مرات يسميه اف فيوتشر، المبلغ المستقبلي النهائي، احنا نسميه اكوموليتيف، يعني اكوموليتيف انترست اس، تمام عيني، يعني المبلغ المتراكم النهائي بعد ما تنتهي كل العمليات الحسابيه. والار اللي هي الدفعات المنتظمه بوسط المشروع، مرات يسمونها ار، مرات يسموها اي كابيتال، فتنتبهون على ذن الرمزيه، الار الى رمز ثاني اسمه اي كابيتال، والاس
الا رمز ثاني سموه اف كابيتال. فهسه هنا شوف الاسم سميها اف كابيتال، هو اسمه اس، فما تفرق اذا سميته اس او اف، اي تطبيق قانون مباشر تطلع القيمه مباشره. تمام عيني؟ واذا قلت لك ارسم لي الكاش فلو، يعني انا خلي ببالك الدور بكل هذا لازم ترسم انت الكاش فلو. نجي المبلغ الاول منطق اياه، البريزنت الاصلي لا ما منطق اياه، فشو تسوي هنا؟ وكانه هاي نقطه الزيرو، فتسوي سنه سنتين ثلاثه، انه هو قال لك ثلاث دفعات، فتسوي ثلاث سنوات، بكل سنه راح تعطي انت 2000 دولار 2000 دولار 2000 دولار. يريد من عندك الفيوتشر اكوموليتيف اللي هو الاف، او شنو الرمز الثاني؟ اس. البريزنت الاولي موجود؟ لا ما موجود، لا تكتبه، يعني خليه فارغ، حط بس الدفعات الداخليه، لان الدفعات الداخليه هذا اللي هنا منتظمات، فراح نطبق قانون المنتظم، يعني هاي القوانين اللي خاصه بالار هنا تخص لما قيمه الار منتظمه، تمام عيني؟ هسه هذا هو السؤال، تطبق، سهل ما في شيء. نجي على السؤال الثاني، اذا قمت باقتراض مبلغ، هذا يا مبلغ انتبه الاولي، اذا هنا وكان البي موجود بهذا المقدار. على أن تسدد المبلغ كامل بشكل دفعات منتظمة تسدده، فإذا كنت لا تستطيع أن تسدد أكثر من شقد 40,000 دولار كل سنة، كل سنة تنطي أنت 40,000 دولار، على أن يتم التسديد بعد سنة من القرض، فكم الوقت يلزمك؟ يريد الآن، الآن يريد لسداد دينك المصرف، علما ان الاي الريت اوف انترست مقداره 10%. انتبه للسؤال، شنو اللي ناطك اياه؟ ناطك البي. شو يريد من عندك؟ على ان تسدد المبلغ كامل بشكل دفعات منتظمه، فاذا كانت لا تستطيع ان تسدد اكثر من ايش قد بالسنه تقدر تسدد كدفعه منتظمه؟ 40,000، تمام عيني؟ فايش قد عدد السنوات؟ اذا هذا يا قانون اللي بي بي وبي ار، يا قانون اكو موجود قانون يربط البي مع الار، هذا القانون، ويريد من عندك قيمه الان، تطبيق مباشر وسهل. هسه مباشره تجي هذا قانون البي مع الار، تطبق هذا قيمته 1500 هنا 4000، وهذا القانون بشكل مباشر. التبسيط الرياضي اتوقع كلكم تفهمونه، هاي ال 4000 ننقلها لهنا، هذا ال 0.15 راح يصير هنايا، ويصير الرقم بهذا الشكل، بعدين تلقائيا هذا الرقم من تقسمه تضربه في 0.15 وتقسمه على 40,000 يطلع لك هذه النتيجة، واحد ناقص. هسه راح تقولون هذا الواحد منين اجى؟ هذا الواحد اللي هنا، تمام عيني؟ هذا الواحد اللي هنا، فواحد ناقص. ايش سوينا؟ هذا الرقم اللي طلعناه وكأنه درجناه للجهة اليسار، وهذا الرقم اللي بي سالب بي ان ندرجه للجهة اليمين، وكأنه نحول بين هذا حتى نلغي الإشارة السالبة عن هذه القيمة. فراح تنطرح 1 ناقص 0.375 يساوي لنا هذا الرقم. انا شلون اتخلص من الان اذا مرفوعه على اس؟ اضيف للطرفين اما لين او لوك، ما تفرق، ضيف لين بس لازم للطرفين، يعني مو طرف لين وطرف لوك، اما اثنيناتهم لين او اثنيناتهم لوك، فهنا ضايفين لوك، لوك هذا الرقم، خواص اللوغاريتميات انه الاس المرفوع له يصير ما بعد اللوك، فيصير ان لوج الواحد بوينت واحد يساوي لنا لوج الواحد بوينت ستة، وتطلع قيمة الان يطلع 5 سنوات، تمام عين؟ سؤال كلش بسيط. وايضا تقدر ترسم الكاش فلو مالته، اول قيمة عندك هنا تصير 1500، الدفعات الداخلية عندك 400 وتنظمها على 5 سنوات، وتنطي المبلغ النهائي هم تقدر تحسبه بعدين، ما تفرق، تقدر تحسبه عن طريق البي عندك والان صارت عندك، بس هنا بالحاله الاولى ما تقدر ترسم الكاش فلو، لان ما تعرف الدفعات المنتظمه الداخليه ايش قد راح تستمر كم سنه، انا الكاش فلو حتى الرسم عندي لازم السنوات معلومه، الخط الافقي معلوم، فتقدر بعد ما طلعت السنوات ترسم الكاش فلو، يعني ممكن ينطلب من عندك بعد ما تطلع عدد السنوات ترسم لي الكاش فلو للسكجول بروجكت الخاص بك. في احد المصانع كانت كلف الصيانه، كلف الصيانه لأحد الآليات موضحة بالجدول التالي، احسبك المكافئ المستقبلي والمكافئ الحالي لهذه الكلف، المستقبلي والحالي. الحالي شو اقصد به؟ اللي هو اللي موجود على نقطة الصفر، والمستقبلي اللي هو يصير بنهاية المشروع اللي احنا إلى رمزية اما اس او اف. نجي هنا السنة والكلفة، كم سنة عندك؟ 8 سنوات، ترسم الكاش فلو 8 سنوات. لحظة، هذا ما قايل لك بالسنة الصفر ايش قد اللي هو المبلغ الرئيسي، مو انت مو تستلم مبلغ رئيسي، هذا المبلغ الرئيسي بعد مرور سنة تستلم دفعة أولى، بعد مرور سنتين تستلم الدفعة الثانية حتى تكمل الصيانة مال المشروع. فالمبلغ الرئيسي الأول ما عندك، احنا نسميه بي نوت، تمام عيني؟ هذا هو يقصد بالمكافئ الحالي، هو هذا الحالي، والمستقبلي هو هذا.
نجي على نوزع الكلف الداخليه، عندك 100 هاي 200 500 دور يثبت 400 400 400 400 400. هسه ال 400 عامل المعامله خاصه بعدين ننتبه لها، هاي هنا 400 بنهايه السنه الثامنه، وبنهايه السنه الثامنه اكو المكافئ النهائي يصير اللي احنا نسميه اس او اف. نجي على وحده وحده نشتغل. الاولى عندي هنا بي 1، شلون اقدر احسبه؟ هاي القيمه للار مالتها 1 زائد اي اس ان، هاي لاحظ هنا هاي قيمتها 1 والان 1، هاي قيمتها 2 تطبيق مباشر للقانون، وهاي القيمه الثالثه له، تمام عيني؟ هاي ثلاث قيم له اللي هو القيم الداخليه، وتدرون هاي القوانين موجوده بالكامل هنا، هذول القوانين اربعتهم انتم ايش فيهم؟ تكتبوهم بالكامل، يعني هاي القوانين اللي هنا بالكامل تكتب، ما اتوقع ان شاء الله عندكم مشكله بيها. هاي هنا لاحظ هاي القانون نفسه هنا يكتب، انت عندك الاس تعتبر هاي وتحسب لها بي، اس تحسب لها بي. فهسه هنا نجي نطبق بي 1 بي 2 بي 3 تحسبهن، تمام عيني؟ بعد ما حسبت البي 1 والبي 2 والبي 3 هنا، هنا عندك هاي القيم 100 دولار 200 دولار 500 دولار خلصت. نجي بعدين يا عندنا كلف منتظمه، كلف منتظمه اللي هي 400، فهاي ال 400 راح احسب لهم قيمة واحدة فقط، هذا القانون اللي يربط العلاقة ما بين البي والار، ف 400 وهذه القيمة النتيجة اللي موجودة هنا، تمام عيني؟ هاي راح تعتبر اس 3. هسه زين، أنا حسبته وين؟ حسبته هنا. لحظة، هذا هو السؤال حتى تكون واضحة أمامكم، هذا راح أنا أحسب هنا هسه وكأنه خلصت السنة الثالثة، فراح أحسب هنا بي نوت، كم سنة عندي؟ 1 2 3 4 5، فأحسب لي هنا بي نوت. هاي البي نوت اللي حسبته هنا، تمام عيني؟ اقدر احولها لهنا تصير اس، تصير فيوتشر بالنسبه لهاي، اقدر احولها لهنا. شنو العلاقه بين الاس والبي؟ يعني انت حسبت لذول الاربع سنوات الدفعات، تمام عيني؟ هذول هنا اربع سنوات الدفعات، شلون تقدر احولهن الى وحده موجوده هنا؟ علاقه بين بس البي وين راح تربطن؟ هنا بدايه اول وحده. زين البي اللي طلعتها هنا بالنسبة لهاي البي ايش تعتبر؟ تعتبر هاي بي هاي اس، فاربط العلاقة بين الاس والبي، شنو الاس والبي؟ قلنا فائدة بسيطة. زين ذول الثلاث سنوات الموجودات هنا بالبداية، هذا يعتبر اس بالنسبة لهذا، وهذا يعتبر اس 2 بالنسبة لهذا، وهذا يعتبر اس 3 بالنسبة لهذا. احنا القانون شو يقول؟ اس يساوي لنا البي، افتح قوس 1 زائد اي اس ان، فأنا إذا أريد البي شو أسوي؟ أحط الاس هنا والواحد زائد اي اس ان وين يصير؟ يصير مقام، فهذا مباشرة طبقته، فذن القوانين وينهن؟ هذا قانونهن. نرجع شوية بالقوانين، هذا قانونهن، هذا القانون الاس يساوي لنا بي واحد زائد اي اس ان، انا هسه انا اريد البي لكل وحدة ايش قد تنطي هنا؟ يعتبر ان اس، فاس على واحد زائد اي اس ان. تلاحظون شوية نطول بالشرح حتى تكون المواضيع واضحه، فلاحظ هسه هذا يعتبر اس بالنسبه لهاي، حسبنا البي له، تاثير البي لهذا، تاثير البي لهذا، هذني ليش اكررهن؟ 400 بالنسبه لهذا، 400 راح تصير حاله مكرره، انا عندي قانون يربط له اذا كانت الدفعات منتظمه مع البي، اقدر احسبه، بس لاحظ ما تقدر تحسب مباشره لهذا البي، لان ذن الدفعات المنتظمه وين مرتبات؟ 1 2 3 4 هاي الخامسه. فوين راح يصير مكانها؟ راح يصير مكانها هنا وكأنه 1 2 3 4 5. هنا تخلي البي مالتك اللي خاصة بي من بهاي الآرات، اكو علاقة تربط بين الآر والبي، حسمت البي لهنا، ورا ما حسبت البي لهنا سويتها لي جوا، أقدر هاي البي بالنسبة لهاي البي أعتبرها فيوتشر لهاي البي، فهاي أعتبرها إس وأحولها إلى بي هنا، شوف هسه لاحظ، طبقت أنا القانون هنا حسبت شنو البي 3 اللي هو هنا طبقته المال لخمس سنوات، هذا حسبته يعتبر اس بالنسبه للبي نوت، لذلك ايش راح اسوي؟ اطبق ايضا علاقه سمبل انترست، اس تساوي لنا البي 1 زائد اي اس ان، حولته الى بي الاول، فالبي نوت هو عباره عن الثلاث الاولانيات زائد هذا اللي هن وينهن؟ هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذن اللي حولتهن الى بي وبعدين حولتهن الى اس. وبالتالي حسبنا. زين اريد احسب الفيوتشر النهائي اللي هنا، هسه انا حسبت الاولي، اكو علاقه مو تربط لك بالسمبل انترست بين الاس وبين البي؟
شو تقول الاس والبي؟ اس يساوي ان بي واحد زائد اي اس ان، بس هنا بس الان راح يختلف. البي انت حسبته هسه الكلي، صار عندك معلوم. الان ايش قد عندك الزمن الكلي حتى توصل للفيوتشر المكافئ المستقبلي؟ 8 سنوات تطبق مباشر. لاحظ هنا النهائي ايش راح يصير؟ يصير هذا عباره عن البي نوت افتح قوس واحد زائد اي اس ان، ان ناخذ الكلي، هذا المكافئ المستقبلي. جدا واضح وتطبيقه جدا واضح، وان شاء الله راح ناخذه ايضا بالمحاضرة الدراسية بالقاعة وموضحة بشكل أكثر إن شاء الله. السؤال اللي بعده، لو أنك قمت بإيداع مبلغ مقداره 200 دولار في حسابك ولمدة شنو؟ 12 شهر، معدل الفائدة جيد 10%، ولكنك لم تتمكن من الإيداع بيا شهر بالثامن، فما هو مقدار المكافئ الاقتصادي الحالي؟ انتبه، الحالي يعني شنو؟ يعني أول واحد البيل موجود على الزمن زيرو لإيداعاتك، تجي هنا تسميه زيرو، ايش قد راح تودع لمدة 12 شهر؟ فتحسب له هنا تخلي لمدة 12 شهر، قال لك بس بالثامن انت ما تدري ايش قد راح تنطي كدفعة منتظمة، ما تدري. لكن هنا القيم ايش قد قايل لك ثابت، ايش قد مقداره؟ 200 200 200 200 200 وهكذا، كله يتحول إلى 200. زين أنا هسه ذاذني كله إلى 200، زين هذا ايش قد قايل لك الثامن فقط اللي أنت ما تعرفه، شوف ايش تسوي؟ لحظة. أول شيء تحسب بالنسبة إلى 12 شهر، بي عندك منتظم إلى 12 شهر، تمام عيني؟ تحسب إلى 12 شهر، فحسبت البي للكل، نجي البي 2 المن نحسبه؟ إذا تنتبهون، البي 2 المن نحسبه؟ نحسبه إلى الحد الثامن، فشلون أطلع البي؟ هسه أول بي 1 شلون أحسبه؟ لحظة، حتى نجي نفهمهن بالتفصيل، بي 1 ناقص بي 2، لو هسه أنت عندك من هنا الى النهايه ايش عندك 12، تمام عيني؟ نطبق القانون اللي يربط بين البي والار الى 12، نجي عند الثمانيه نقص، فشلون احسب لها؟ ايضا الاس يساوي لنا، تعتبر هاي علاقتهم مع هاي، تعتبر هاي اس بالنسبه لذني، فايش راح يصير القانون الثاني؟ اس مع بي، شلون الدليل يصير اس مع بي؟ لان هاي نعتبرها هي نفسها الاس البي 2، فايش راح يصير؟ يصير 200 واحد زائد او 0.1 اللي هي الاي انترست، بس الزمن اذا صار بالعكس ايش ننطي؟ اذا اني هنا واريد افكر بالمستقبل من ارجع شو يصير؟ اذا امشي باتجاه الفورورد الزمن موجب، لكن اذا اني ارجع المستقبل للماضي ايش قلنا الزمن؟ يصير سالب 8، حسبه. فهسه البي نوت ايش راح يساوي لك؟ الكلي ناقص هذا بي 1 ناقص بي 2، تمام عيني؟ تطلع القيمه بشكل مباشر، وهذا الكاشف له الخاص بها. جدا سهله، خطوتين بس. بالمناسبه هذا الموضوع يراد له دراسه شويه، لانه يحتاج تفكير، نوع من الكرييتيف بالموضوع. اذا كانت كلفه الشراء الاوليه، يعني شنو معنى البي نوت اولي بريزنت نوت لماكنه مقدارها 10000 دولار، وكانت مصاريف الصيانه السنويه بمعدل صيانه سنويه، صيانه انت تنطيها يعني سالب، ايش قد؟ 200 دولار، لعمرها الوظيفي البالغ ايش قد؟ 8 سنوات. فإذا كانت الفائدة مقدارها 60% يعني 0.6، ما كلفة الجهاز السنوية المكافئة شلون احنا نقول المكافئة لذلك ايش قد الكلفة السنوية، تمام عيني؟ هسه نجي شنو عندك انت؟ لحظة، عندك كلف صيانة، كلف بالمناسبة هاي مو دفعات داخلية، تعتبر كلف صيانة. شنو من عندك؟ ما هي كلفة الجهاز المكافئة؟ فيريد من عندك الآر، زين قيمة البي عندك لو ما عندك؟ هسه نجي يريد الار الكلية، انت عندك ذني قيمة ار منتظمة 200، زين وكأنه جاي يقول لك حول لي البي الى ار حتى تجمعه ويها، هذا منتظم 200، فيريد الكلفة السنوية، ما دام كلفة سنوية يعني ار نهائية، زين هسه تقول انا عندي هنا ار 200، بقياه احوله الى ار، الزمن السعر الشراء الاولي لازم احوله الى ار، اكو علاقه تربط بيني اذا عندي بي اقدر اطلع من عندها ار؟ اي نعم، بالقوانين المحاضره هسه ارجع لها. اول وحده عندك انه علاقه اذا عندك قيمه البي معلومه تقدر تحوله الى ار عن طريق هذا القانون، تمام عيني؟ هسه مباشره اني احوله عن طريق هذا القانون، حسبت الار من هذا القانون، فهذا يا ار اللي حسبته نتيجه الكلفه الاوليه. فالتوتال ار ايش راح يساوي لنا؟ نتيجه الكلفه الاوليه زائد هذا المنتظم اللي يدفع كل سنه زائد 200، تمام عيني؟ مثال 6، اراد رجل ادخار مبلغ من المال
بحيث يستطيع يعني الحصول على مبلغ شقد في نهاية المدة النهائية النهائية الاس نسميه او الاف، شقد مقداره؟ 10,000 دولار في نهاية 15 سنة الان عندك والاس او الاف عندك، على ان يدفع دفعات سنوية متساوية. الار عندك الداخلية، احسب معدل الفائدة مباشرة تطبيق، اريد معدل الفائدة. الاس عندك والار عندك كل 15 سنة عندك، تطبق القانون يربط لك العلاقة بين الاس وبين من بين الار وتحسب عدد الاي. هاي الاس عندك، الاي هو نفس الار والاس بنسميه احنا اف، الان عندك الاي مباشرة تطبق تحل هذا. هنا كاتب لك احنا بطريقة التجربة والخطأ، انت تقدر مباشرة بحاسبات الكاسيو الاعتيادية تعطي هذا المعادلة تحول الى كويجن وراح يعطيك النتيجه مباشره بدون ما تسوي تراي اند ايرور. تراي اند ايرور شنو؟ انه انا هسه هاي القيمه هنا شقد 20 اي، وهنا أنا 1 زائد اي 15 ناقص 1، افرض قيم للاي. احنا اول ما نفرض شقد قيمه الانترست نفرضها مثلا 1%، ارجع افرض 2%، 3%، 4%، 5%، الى ان يتساوى القيمه بالمقدار اليمين مقاربه للقيمه بالمقدار اليسار او متساويه، يلا نوقف عند هاي الاي. طريقه سهله انه بطريقه يعني الحاسبه الكاسيو، اتوقع كلكم عندكم هاي الحاسبه المتطوره، مباشره تنطي هاي المعادله، تروح على المنيو مالتها من هاي الزر مال ميو، مباشره تدخل على الايكويشن تختار اللي هو يمكن خيار رقم 4 وتكتب له الإكويجن هذه بهذه الصيغة، وراح يعطيك مباشرة قيمة الآي المتحققة مباشرة ينطق إياها، أو تستخدم طريقة أنا بالنسبة لي حتى أكون واضحة وياكم، تحل إياها بالكاسيو وتطلع لي النتيجة النهائية أو بطريقة التجربة والخطأ نو بروبلم. تمام؟ أنت تستخدم الطريقة اللي عن تعجبك، المهم تطلع النتيجة. المثال السابع، أحسب سلسلة الدفعات السنوية الحالية المكافئة للدفعات أدناه. عندك هنا الدفعات السنوية الحالية، الاي منطق اياها 6%، الزمن هو نعطيك هذا الرسم. هنا عندك هاي دفعات سنويه مقدارها شقد 2000، وهنا انا الدور وصل 10,000، هنا أنا كذلك هنا 6,000. فشيل من عندك الدفعات السنويه المكافئه للدفعات. فهسه اول شيء عندك هنا أنا شنو هذا يعتبر، هذا هنا 10,000، هاي القيمه اللي هنا انا اقدر احولها لمن؟ هاي القيمة اللي هنا أنا دفعات سنوية، أول دفعات من هاي الدفعات تحولها إلى بي. شلون تحولها؟ عندك قانون الآر مع البي يربط لك إياها مباشرة. البي 2 عندك وينه؟ 1500 اللي هو هذا، بس تنتبه على الزمن، لاحظ الزمن الأول 6، الزمن الثاني شقد؟ 16. حولت هذا الآر لمن؟ إلى بي، وهذا حولته لمن؟ إلى بي. تمام؟ نجي على 2000، هذا هو ال 2000، لاحظ هنا أنا ايضا احوله، يعني كل هذا اعتبره ار، بيقول لك هنا ار، الدور بعدين زاد الار، الدور بعدين زاد الار، فتجي على اول ايش قد هنا 2000، ايش قد المده مالته؟ كم سنه؟ تحسب له كم سنه موجود تحول هي. فهسه البي توتال راح يصير عباره عن هذا البي اللي حولته زائد هذا البي اللي حولته زائد هذا البي اللي حولته، تطبيق مباشر وجدا سهل. يراد عمل استثمار راس مال مقداره، هذا راس المال الرئيسي اللي هو البي نوت. سلسلة دفعات منتظمة موحدة، ايش قد مقدارها بالشهر الار او الاي كابيتال؟ 500 اراك دينار تدفع كل سنة، ايش قد الان؟ 11 سنة، معدل الفائدة 8%، كم يصبح؟ اصلا مباشرة تطبيقه سهل. اول شيء عندك علاقة بين البي والار، البي عندك والبي مباشرة بالله هذا اقدر احوله الى فيوتشر عن طريق العلاقة الاس يساوي النبي 1 زائد اي اس ان. زين الار شلون اقدر احوله الى فيوتشر؟ بالقوانين بالورقه الاولى اكو علاقه تربط بين الار والاس او الفيوتشر وتحوله مباشره قانون تطبقهن. القانون الاول هذا حولته، القانون الثاني هذا، وبعدين هو شو مسوي؟ شو مسوي طلاب؟ مسوي هنا قال لك هذا المبلغ الار راح احوله لمن؟ ما احوله انا اقدر مباشره احوله للمستقبل. هو ايش سوى؟ حوله الى بي وجمع وي هذا البي، وبعدين هذا البي الكلي لمن حوله؟ حوله الى فيوتشر. شغله ثانيه تقدر انت تسويها، الار عندك هذا منتظم، اكو علاقه تربط لك بين الار والفيوتشر، فمباشره عندك الار وتحوله الى فيوتشر وعندك المده 11 سنه. نجي على هذا المبلغ، عندك بي واريد احوله الى فيوتشر، استخدم قانون السمبل انترست اللي هو اس يساوي نبي 1 زائد اي اس ان، ويصير عباره عن الطريقه اللي هو مطبقها هنا. شو مسوي؟ هاي الار محوله الى بي، الدور هذا البي، جاء
جمع وي هذا البي الدور يلا رجع طبق قانون الانترست حوله الى فيوتشر. انت اي طريقه تستخدمها صحيحه. هاي واجبات تقدر تحليها ان شاء الله وتشوفني اياها حتى لانه يفيدونك ان شاء الله. ترسم لي مخطط الفلو كاش، السيوله النقديه، لانه انت يعني اذا قريت هاي المحاضره ضروري تحل ذن الاسئله، حينطيك يعني انه فد باك جراوند عن انت مدى فهمك للموضوع. اذا عندكم اي سؤال او استفسار تقدرون تتواصلون. نلتقي بكم ان شاء الله بالمحاضرات القادمه. دمتم بامان الله وحفظه.